لك يبغى يصوم بس تخافين عليه من الأنيميا، لا تحرميه من شعور بهجة رمضان بعدم الصيام، لكن تجنبي مضاعفات الأنيميا. احرصي على تحضير سحور يحتوي على أطعمة غنية بالحديد مثل الفول والعسل الأسود. قدمي له السوائل من الفطور حتى السحور. حضري وجبة فطور غنية بالقيم الغذائية والفيتامينات. أهلاً بالصحة، مرحباً بالعافية.